السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معنا اليوم درس جديد عن تحويل صور الـ 2D إلى صور واقعية أو صور 3D من خلال الذكاء الاصطناعي. نيجي مثلا عندنا عدة نماذج، مثلا هاي صورة 2D بدي أحولها إلى 3D مثلا زي هيك، أو صورة واقعية أو مثلا زي هيك زي ما انتم شايفين، أو هيك. من خلال الذكاء الاصطناعي بنقدر نحول هاي الصور بكل سهولة. وإذا أنت من المهتمين بهذا المجال، يا ريت تتابعني لنهاية الحلقة حتى نتعلم كيف نعمل مثل هاي الصور. بنيجي على مصفح الجوجل كروم زي ما تعودنا، بنيجي نكتب ستايلر دوت اي اي، نضغط انتر، ندخل على أول نتيجة بحث، نيجي بندخل على ساين اب اذا ما عندنا ايميل، كونتينيو وذ جوجل، نختار الايميل، هنا عندنا عدة اسئلة بنجاوب عليها. Start creating. الآن نضغط على New Project. طبعا كل ايميل بيعطينا 200 كريدت حتى نحول الصور. انا في عندي صور جاهزة، خلينا نجربها. مثلا تختار هاي الصور، Open، الآن مثلا بتجيب هاي الصورة، الخلفية بنحطها على كامل الصفحة، بعد هيك مثلا في عندي صورة السيارة نصغرها، عندي صورة الزلمة، نجرب هيك نشوف ايش بيعطينا. الان بنضغط على image to image، بنيجي بنضغط على auto prompt، نشوف ايش النص او الكود اللي بده يعطينا اياه. الان بنضغط على stylerize، نستنى عليه شوي. زي ما انتم شايفين هاي النتيجة اللي ظهرت معانا، زي ما انتم شايفين. نيجي مثلا نضغط على الصورة، مثلا عجبتنا هاي وهاي كمان، مثلا نضغط عليها، بعدين نضغط على بليس اون كانفاس، بيجي بتحمله معانا هون. اذا مثلا الصورة القديمة ما عجبتنا، نضغط على ايمج تو ايمج اوتو برومت انه يعطينا كود جديد، بعدين ستيلرايز. الان نجرب نموذج ثاني، مثلا هاي نحذفها، نحمل صور جديدة، مثلا هاي الصور، هنخفي الصور بالأول، نخلي صورة الباك جراوند، نيجي نكبرها عقد الصفحة، بعد هيك نيجي نضيف العناصر الثانية واحدة واحدة. نيجي على السيارة الثانية نعملها إظهار من هون، الآن بنضيف في الباخرة، نيجي الآن نضغط على image to image، نضغط على اوتو برومت، نيجي بعد هيك نضغط على ستيلرايز.
زي ما انتو شايفين، يعني صور بتجنن ما شاء الله. يعني هاي واقعية أكثر. نيجي بنضغط عليها، بعدين بنضغط على بليس اون كانفاس، بدنا إياها بدنا نحملها على جهاز الكمبيوتر. نضغط رايت كليك سيف از ايمج. في عنا اشي معين مثلا موجود في الصورة بدنا نشيله، نقدر نستخدم الأدوات اللي فوق. نيجي نجرب كمان آخر نموذج عشان ما نطول عليكم بالفيديو. نرد نجرب مثلا هاي الصورة، نجي نضغط على image to image auto prompt، بعد هيك بنيجي بنضغط على stellarize، نستنى عليه شوي. هنشوف كيف النتيجة صارت. زي ما انتو شايفين، نضغط على الصورة اللي بدنا اياها، نضغط على place on canvas، نيجي بنختار الصورة اللي بدنا اياها. مثلا هاي الصورة right click save as image، تحملت معانا الصورة. نفتحها نشوف كيف صارت. زي ما انتو شايفين، في عندي ظهرت هون كلمة ستايلر اللي هي الووتر مارك للموقع. لو بدنا نشيلها، بنيجي على جوجل كروم، نيجي بندخل على موقع اسمه cutout.pro، نختار أول نتيجة بحث. بعد هيك بنيجي على برودكت، بختار ريموف اوبجكتس، نيجي بنحمل الصورة اوبن. نيجي بننزل لتحت، بنيجي بنظلل على كلمة ستايلر، اوتوماتيكيا راح يحذف لنا اياها زي ما انتو شايفين بدون اي اثر. انا بنيجي نضغط على دان، انا بنضغط على داونلود اتش دي، نشوف كيف صارت الصورة معنا. زي ما انتو شايفين بدون اي اثر للووتر مارك. وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. ويا ريت اذا عجبكم الفيديو تدعمونا باشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعل زر الجرس حتى يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.